ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وخلينا دلوقتي بقى نروح نتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة وأنشطة اللجان، وأيضا الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيكون معانا دلوقتي زميلتنا العزيزة جدا هنا أبو القاسم. صباح الخير عليك يا هنا. يا صباح الخير عليكم يا مريم ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما قلت يا مريم هنقل لكم كل الأجواء وكمان طبعا أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلوني في البداية أبدأ بناشئين كرة القدم واللي خلاص بقى بدأوا بطولة الجمهورية. يعني امبارح كان فريق 2003 افتتح مشواره في بطولة الجمهورية بالفوز على فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0. المباراة كانت مقامة على فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. الحقيقة أنه فريق 2003 عمل مباراة كبيرة جدا، قدر يحرز هدف النادي الأهلي اللاعب عبد الرحمن محمد. طبعا يعني بداية موفقة، يمكن أول مباراة في الموسم دايما بتكون مهمة جدا، بتدي طبعا اللاعبين ثقة. وخليني أقول لكم بقى أنه في خلال الأيام القادمة كل الفرق خلاص هتبدأ منافساتها في بطولة الجمهورية. فريق 2005 هيبدأ غدا إن شاء الله أول مباراة ليه، هتكون أيضا أمام فريق بلدية المحلة. فريق 2007 هيبدأ يوم 7 سبتمبر، هتكون مباراته الأولى أمام فريق فاركو. وفريق 2008 هتكون مباراته الأولى 9 سبتمبر أمام فريق لا فيينا. وأخيرا فريق 2009 هتكون مباراته الأولى أمام فريق زد، وهتكون يوم 8 سبتمبر. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في الموسم الجديد، بنبدأ بقى موسم جديد بطاقة طبعا وأمال كبيرة جدا إن شاء الله يحرزوا جميع البطولات. طبعا قطاع الناشئين النادي الأهلي بيخرج لعيبة قوية جدا بنشوفها بتشارك سواء مع الفريق الاول للنادي الاهلي او الفرق المختلفه. يعني يمكن ده بنشوفه مثلا من خلال اللاعب محمد زعلوك الموجود في قائمه الفريق الاول لكره القدم في المعسكر اللي الفريق فيه طبعا دلوقتي في النمسا. نتمنى كل التوفيق لناشئين النادي الاهلي. خلينا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى، والاخبار الاولى معانا متعلقه بلعبه كره اليد. وامبارح طبعا كان اعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي عن تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن حميد لمدة 4 مواسم. يعني طبعا عبد الرحمن حميد لاعب مميز جدا وموهوب الحقيقة، عمل موسم كبير قوي الموسم اللي فات، يمكن كان اتصاب في اخره لكن هو ماشي الحقيقة بخطوات جيدة جدا في برنامجه التأهيلي. بنتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي، ان شاء الله بقى يقدر يشارك ويكون اضافة كبيرة للفريق في الموسم القادم. كمان طبعا كان تم الاعلان عن تجديد عقد برضو اكثر من لاعب في رجال كرة اليد، سواء اللاعب محسن رمضان او اللاعب احمد عادل دوله. اتمنى لهم كل التوفيق في السيزون الجديد، زي ما احنا عارفين انه اكيد بتكون منافسه قويه جدا لرجال كره اليد، ان شاء الله بقى يحققوا جميع البطولات. كمان خليني اقول لكم طبعا ان هم كانوا افتتحوا مشوارهم في بطوله الدوري بالتحديد في المرحله الاولى يوم الجمعه اللي فاتت، وقدروا يفوزوا على فريق الزهور بنتيجه 30-18. عملوا مباراه كبيره جدا، المباراه كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل. عملوا مباراه كبيره جدا، طبعا هم يعني بيستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. هيكون عندهم مباراتهم الثانيه في بطوله الدوري غدا ان شاء الله، هتكون امام فريق المعادي. مباراه هتكون الساعه 8 مساء على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى. زي ما قلت اكيد بدايه كل بطوله بتكون مهمه جدا، بتعطي اللاعبين ثقه وحافز ان هم يكملوا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بقى يحققوا كده في بدايه بطوله الدوري سلسله من الانتصارات. كمان طبعا سيدات كرة اليد كانوا افتتحوا مشوارهم في بطولة منطقة القاهرة، قدروا يفوزوا على فريق هوليديدو بنتيجة 41-14. ويعني طبعا باين اكيد من فرق السكور ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، كانوا مسيطرين حقيقة على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. نتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة. وامبارح طبعا منتخبنا الوطني كان عنده ضربة البداية في بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي بتقام هنا في مصر بالتحديد على صالة طبعا استاد القاهرة. منتخبنا الوطني امبارح كان بيواجه طبعا فريق براندي وقادر يفوز عليه بنتيجة 3-0. قدر ينهي الشوط الأول بنتيجة 25-11، الشوط الثاني بنتيجة 25-8، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-10 عشان يفوز بقى في أول مباراة بنتيجة 3-0. أيضا حقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا يمكن كلنا تابعناها، كانوا مسيطرين على جميع أشواط المباراة.
منتخبنا الوطني طبعا بيقع في المجموعه الاولى مع بروندي اللي واجهناه امبارح، وايضا مع منتخب الجزائر، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. بيشارك طبعا مع منتخبنا الوطني خماسي النادي الاهلي اللاعب احمد صلاح، حسام يوسف، عبد الرحمن سعودي، محمد عصران، ومحمد رمضان. بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنتمنى طبعا لمنتخبنا الوطني. يعني خليني اقول لكم انه كله بيتوقع ان الفاينل يكون بين منتخبنا الوطني ومنتخب تونس، لكن طبعا لسه بدري قوي اكيد ان احنا نحكم، لازم نتابع جميع المنتخبات. لكن في النهايه بنتمنى ان شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني، ويكونوا بقى بيجيبوا بطوله جديده لمصر. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة، واللي طبعا لسه مستمرين في الاستعداد للموسم الجديد. ومبارح كان كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي أيضا أعلن عن التعاقد مع اللاعبة نهال جمال، اللاعبة طبعا قادمة من صفوف نادي الشمس، وتم التعاقد معاها لمدة 4 مواسم. إن شاء الله بقى تكون إضافة كبيرة لفتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. أكيد الموسم هيكون تشالنجينج جدا ليهم، لكن خليني أقول لكم إن هم عندهم طموحات كبيرة جدا للموسم الجديد، عندهم انرجي قوية جدا، هم يحرزوا جميع البطولات. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. دي اخبار الفرق الرياضية. خلوني بس كمان اقول لحضراتكم انه كرة الطايرة بطولاتها ان شاء الله هتبدأ من متوقع في شهر 11، لسه لم يتم تحديد موعد بدء البطولات، لكن من المتوقع ان هو يكون في شهر 11. وطبعا كرة السلة هتبدأ بقى منافساتها في شهر 10، يعني خلاص كل البطولات خلاص على ايام قليلة جدا متبقية وتبدأ. يمكن اليد خلاص بدأوا بالفعل، والأيام القادمة كمان كل الفرق الرياضية هتبدأ. طبعا عندنا بقى طموحات كبيرة جدا للموسم القادم، زي ما الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بالنادي الأهلي، إن شاء الله الموسم اللي جاي كمان يكون استثنائي، ويمكن نحقق إنجازات أكتر كمان. ده فيما يتعلق بأخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى يا مريم زي ما قلتي خليني أنقل لك كل الأجواء. درجة الحرارة دلوقتي 28، الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي، لكن خليني اقول لك بقى ان مره تانية رجع يكون معظم المتواجدين في النادي من فئه كبار السن، لان خلاص بدايه الدراسه بدات في عدد من المدارس، فرجعنا بقى مره تانية يكون في الصباح طبعا بيكون متواجد فئه كبار السن. وعلى مدار اليوم طبعا بتزداد الاعداد، يعني كل الاعضاء تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. معاكم طبعا يا مريم ويا كريم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليكي جدا يا هنا على هذه التغطية المتميزة كالعادة.